بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. الباب الثامن بعد المئة، باب الحائض تمشط زوجها. يعني ممكن المرأة الحائض تصفف شعر زوجها وتعتني به، وكذلك أولادها، خلافا لما عند اليهود من أن الحائض قذر تمتنع عن ملامسة الأشياء أو ملابستها أو المخالطة الناس. فالحائض تمشط زوجها، يعني ترجل له شعره وتهيئ له شأنه وتمسه ببدنه وتنام بجواره وتآكله وتشاربه كما يحدث عند المسلمين، خلافا لما كان عند اليهود. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري للإمام الدارمي في سننه الحديث 98 بعد 1000، قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شعر رسول الله، يبقى رأس بمعنى شعر، وده معنى مجازي. يجي لك ابن تيمية يقول لك ما فيش مجاز في القرآن والسنة، يبقى بيفهم الحاجات دي ازاي؟ لا تفهم إلا بالمجاز. رأس، انت بترجل الرأس ولا بترجل الشعر؟ اي شعر الرأس. طب وليه اطلق على الشعر الرأس؟ باعتبار ايه؟ اطلاق المحل ويريد الحل فيه، ودي علاقة مجازية وليست حقيقية. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي المجاز موجود ومشحون في القرآن والسنة، خلافا لما ذهب اليه جهلة الوهابية خلف زلة ابن تيمية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. شوف الواو هنا يسموها واو الحال، أي وحال كوني حائض وأنا حائض. الواو دي مش واو العطف، دي واو الحال. وفي دليل جواز استخدام المرأة، يعني خدمة المرأة لزوجها، بل استحباب ذلك، وأن هذا من حسن العشرة. مش تيجي المرأة تقول له: لا انت، أنا اتجوزتك بس عشان الفراش. طالما أنا لا أمتنع عنك في الفراش، يبقى أنت قوم اطبخ لنفسك واغسل لنفسك وسرح شعر نفسك. بعض النساء في المعاصرات بيعملوا كده، وعشان كده نسب الطلاق زادت بسبب سوء العشرة. فهمت؟ لكن خدمة المرأة لزوجها من جزء من حسن تبلع تبعلها لزوجها. فهمت؟ وعن أبي قال: أخبرنا خالد قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. لدرجة الكتب القديمة في الآداب يقول لك الزوجة لا تنادي زوجها باسمه المجرد لعظم حسنه عندها، تقول له: يا مولاي يا سيدي. ليه؟ لعظم شأن الزوج عند الزوجة. كتب القديمة بتقول كده، والوقتي ممكن تشتمه وتضربه وتقتله كمان، ومش يا ريت تقتله كمان وتدفنه، لا وتقطعه. فهمت؟ علشان تعرف قد ايه احنا بعدنا عن عن السلوك الانساني ثم السلوك الاسلامي. لا بقى في انسانية ولا بقى في اسلام في تعامل كثير من الناس، وعشان كده تفرقت البيوت وتشتت الأولاد، وبقوا أولاد الشوارع الذين لا مأوى لهم كثيرين الآن بسبب سوء العشرة.
وعنه به قال أخبرنا خالد قال حدثنا مالك عن نافع قال كن جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهن حيض ويعطينه الخمرة. الخمرة اللي هي ايه؟ زي سجادة الصلاة كده دلوقتي، فهمت؟ سجادة الصلاة كانوا يسموها ايه؟ الخمرة. ليه؟ لانها كانت ايه؟ سجادة صغيرة كده على قدر وجهه يسجد عليها بس، فهمت؟ سموها الخمرة. اوعى بقى تعطيه الخمرة تقول ان سيدنا عبد الله بن عمر كان بيشرب خمرة اهو، الجواري بيقول الخمرة، وبعدين يجي لك واحد قال لك اه قبل التحريم، حاجة غريبة يعني، فهمت ازاي؟ فناخد بقى اسمها الخمرة، والخمرة اللي هي ايه؟ ما يسجد عليه على قدر الجبهة. انت دلوقتي بتشوف المصليات الصغيرة دي اللي عملها الصينيين، واخد بالك؟ وانت ما تروح تعمل العمرة تلاقي في مصلية صغيرة كده، مش كده؟ هي دي اسمها الخمرة بقى. يعني الصينيين احيوا هذه السنة، فهمت بقى ازاي؟ وعنه به قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أوتى بالإناء فأضع فمي فأشرب وأنا حائض، فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه على المكان الذي وضعته فيشرب. وده دليل كمان حسن إيه؟ حسن عشرة النبي مع زوجاته، يشوفها هي شربت من أي موضع من الإناء يشرب مكانها. شوف جمال جمال العشرة. شو لا ايه القرف ده؟ هتريلي لي بقى في الطبق، هاتي لي كوباية تانية، هتقرف منها، هي هتقرف منك اكتر، فهمت بقى ازاي؟ لا، النبي ما كانش بالحلاوة، كان النبي كان اجمل الخلق عشرة وصورة وسريرة صلى الله عليه وسلم. لكن العجيب كله ان كانت بتعمل كده وهي حائض كمان، دل على ان ريق الحائض غير مستقذر، فهمت؟ لأن حيضتها ليست في ريقها. كل ده طبعا مخالف لما كان عليه اليهود تماما. وأوتى بالعرق فأنتهس، العرق اللي هي ايه؟ العظمة اللي ايه؟ العظم اللي عليه لحم، لما يبقى فيه عظمة وعليها لحم يسموها العرق. فكانت تاخد العرق تنهس منه حتة وتضعه، يقوم النبي يبحث عن مكان موضع فمها ويأخذ بقية اللحم وهي حائض، تؤكله ويأكل مطرحها مكانها. وأوتى بالعرق، يبقى العرق هو العظم اللي عليه لحم، فأنتهس يعني تأخذ منها بأطراف سنانها كده. أنتهس يبقى الأطراف الأسنان الأمامية يسمى ينتهس. فأنتهس دي ستنا عائشة، الحديث مروي عن ستنا عائشة. فيضع فاه على المكان الذي وضعته فينتهس صلى الله عليه وسلم، ثم يأمرني فأتزر وأنا حائض، وكان يباشرني كمان، يعني أخذها في حضنه وينام معها ويلامسها. كل ده حائض، إيه ده؟ ده انقلاب في المعاملات عما كان عليه اليهود. وعنه به قال ما فيش أسئلة ولا مناقشات أثناء الدرس، خلاص تسمع وتسكت. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم اللي هو النخعي قال كان يقال الحائض ليست الحيضة في يدها، تغسل يدها وتعجن وتنبذ، يعني تطبخ، تغسل يدها وتعجن يعني تعمل الخبز، وتنبذ يعني تضع التمر في الايه؟ في الماء، يعني معناها تطبخ، يعني تزاول نشاطها المنزلي العادي وقت حيضتها كما هي في طهرها. وعن أبي قال اخبرنا ابو زيد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن ابراهيم قال كان يقول ان الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول الحائض حب الحي، يعني ايه؟ يعني الحائض الحي، الانسان الحياة يعني لا تجعلك تبغض الحيض ولا تبغض الحائض، لان الحيض من علامات الحياة، المرأة السليمة لابد ان تحيض، فلا تتوقف الحياة بسبب الحيض،
تقوم ايه تقول لها لا نامي تحت وما تدخليش المطبخ وما تعمليش حاجة لحد ما تنضف زي ما بيعملوا اليهود. لا المسلمين مش كده. وعن أبي قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن حماد قال سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض فلم ير فيه وضوءا. ليه؟ لأن احنا قلنا إن الحائض ليست حيضتها في يدها وبالتالي ليست نجاسة في يدها كويس. ومصافحة المرأة هل تنقض الوضوء أم لا فيها خلاف. وإبراهيم النخعي يرى كما يرى الأحناف أن مصافحة المرأة لا تنقض الوضوء خلافا للشافعية. وكذلك مصافحة اليهود والنصراني والمجوسي ليسوا نجاستهم نجاسة حسية بحيث أنك إذا صفحتهم يجب غسل يدك، لم يقل بذلك أحد إلا قول عن سيدنا عبد الله بن عباس ورجع عنه. وعن أبي قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة قال حدثنا إسماعيل السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال للجارية يعني الخادمة بتاعته ناوليني الخمرة. برضو يرى ناوليني الخمرة. النبي لم يشرب خمر أصلا قبل البعثة ولا بعدها، حتى أيام ما كانت الخمر غير محرمة النبي لم يطعمها قط. مش النبي بس، والنبي وأبوه وأجداده كانوا لا يشربون الخمر أبدا لأنها من ضمن خوارم المروءة. كانوا هم زعماء وأهل مروءة، كان يستحي أنه يشرب الخمر فيفقد وعي وإدراكه أمام الناس، فكانوا حرموها على أنفسهم قبل أن يحرمها الشرع. حرموها بالطبع، الطبع السليم والفطرة السليمة قبل تحريم الشرع. يبقى هنا ما يقول لها ناوليني ايه الخمرة، اوعى تقراها الخمرة يا مجرم، ناوليني الخمرة. والخمرة اللي هي ايه؟ القطعة التي يسجد عليها صلى الله عليه وسلم، لان مسجد النبي كان عليه حصباء، ما كانش عليه كده مكت وسجاد زي مساجدنا، كان عبارة عن حصباء وحصى ورمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع على قدر ايه وجهه الشريف يضع ايه قطعة قماش يسميها الخمرة يسجد عليها صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة، قالت لا ده في حديث ثاني لسه. عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال للجارية يعني الخادمة ناوليني، الخادمة صغيرة السن يسموها الجارية، ناوليني الخمرة. قالت أراد أن يبسطها ويصلي عليها، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضها ليس في يدها. وعن أبي قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد فأغسله يعني وهو معتكف. انت عارف حجرة سيدتنا عائشة كانت تفتح على ساحة المسجد، فكان النبي يبقى جسمه في المسجد وهو معتكف ويدخل رأسه على ايه في حجرتها في حجرة سيدتنا عائشة حتى تغسل له رأسه وشعره وقت اعتكافه صلى الله عليه وسلم، وما يسألهاش انت حائض ولا مش حائض، ما يسألهاش بقى. ليه؟ لان مش هتفرق، الحكم واحد، فهم؟ وعن أبي قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريضة، لأن يعني الإنسان المريض ساعات يبقى مش قادر يوضي نفسه بسبب إيه، مش قادر يحرك إيديه أو يوصلها الوجه، فممكن تأتي الجارية أو الممرضة أو الحكيمة توضئ المريض على مذهب الأحناف وكذا على مذهب المالكية خلافا لمين؟
خلافا للشافعية والحنابل. وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وعن أبي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وهو عاكف، عاكف يعني معتكف. وعن أبي قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال سمعت مغيرة تلميذ سيدنا إبراهيم النخعي قال سمعت مغيرة قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم يسأله عن الحائض توضئ المريض؟ قال نعم. وتسنده؟ يعني تسنده كمان في الصلاة هو بيصلي؟ قال لا، يعني توضئه لكن ما تسندوش وهو بيصلي. فهمت؟ فقلت للمغيرة سمعته من إبراهيم؟ قال لا، يعني هو سمعه بالواسطة ما سمعوش من إبراهيم مباشرة. قال عبد الله وتسنده يعني في الصلاة. وعن أبي قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال سليمان أخبرني عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة قالت إني حائض قال إنها ليست في يدك. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أي توضأ به، يعني يتوضأ بباقي الماء، فضحك وقال نعم. إيه السؤال ده يعني؟ وإحنا يهود؟ ضحك ليه تعجبا؟ وإحنا يهود، إحنا مسلمين، توضأ فاهم؟ ده سبب ضحكه يعني. وعن أبي قال أخبرنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم. ما في نسخ كده، لكن ايه بعد النسخ الثانية بيصلحوها من روايات اخرى. عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، انك انت تاكل معاها يعني، قال واكلها يعني كل معاها مفيش مشكلة. وعن ابي قال اخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول إني حائض فيقول إن حيضتك ليست في كفك فتناوله. وعن أبي قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا. النبي لما سئل ويسأله ممكن أكل مع زوجتي الحائض؟ قال أنا عند بعض زوجاتي بتبقى حائض وبتعشى معها عادي مفيش مشكلة، يعني أجاب له بفعله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة. باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل، يعني إذا انقطع الدم الحيض هل للرجل أن يجامع زوجته قبل أن تغتسل إذا انقطع حيضها أم لابد أن تغتسل؟ ثلاث مذاهب.
المذهب الراجح والذي عليه الجمهور أنه يحرم عليه أن يجامعها حتى تغتسل، فإن لم يوجد ماء فلتتيمم ثم يجامعها، لأن التيمم يحل محل الماء. المذهب الثاني قال تغسل فرجها يكفي لجواز جماعها إن غلبه الشبق، يعني إن غلبه الشهوة تكتفي بغسل الفرج فقط وله أن يجامع. ده المذهب الثاني، إمتى؟ إن غلبه الشبق. يبقى المذهب الأولاني لا يجوز مطلقا حتى ولو غلبه الشبق، حتى تغتسل أو تتيمم في فقد الماء، واضح؟ والمذهب الثاني قال عند غلبة الشبق فقط له أن يجامعها، والمذهب الثالث قال يجامعها غلبة الشبق بعد أن تغسل فرجها. فهمت الثلاث مذاهب؟ يبقى إيه غلبة الشبق؟ قال له أن يجامعها حتى دون أن تغسل فرجها، والمذهب الثالث يجامعها عند غلبة الشبق، قال بس أن تغسل فرجها فقط. والمذهب اللي عليه العمل لا يجامعها حتى تغتسل كلها أو تتيمم عند فقد الماء، واضح المسألة؟ طيب الأحناف عندهم أظن يجيزوا إيه؟ إن الرجل يجامع زوجته بعد انقطاع الدم عندها. معانا ناس أحناف هنا؟ قبل الغسل، عند انقطاع الدم الأحناف بيجيزوا ذلك خلافا للجمهور. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وعبد الملك عن عطاء قال محمد وحدثني يحيى بن سعيد القطان عن عثمان الأسود عن مجاهد في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل. وده المذهب إيه اللي عليه الجمهور واللي عليه عموم المسلمين. طب افرض واحد متزوج امرأة كتابية، ما تفهمش الكلام ده، مسيحية ولا يهودية ولا مصيبة سودة، ما تفهمش الأحكام دي، يأمرها أن تغتسل حتى يجامعها. فهمت بقى إزاي؟ يبقى تغتسل بأمر زوجها لا بأمر شرعها هي. فهمت بقى إزاي؟ يقول لك بس الغسل عايز نية، وهي ليست من أهل النية، نيتها أمر زوجها. شفت بقى؟ ده للمرأة الكتابية ولا ننصح بالزواج بالكتابية مطلقا عند الشافعية كده. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد مثله سواء. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يوسف قال سئل سفيان أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل؟ فقال لا. فقيل أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما، يعني انقطع دمها وتركت الغسل يومين أو أيام عشان جهلة بانتهاء الحيض، ما تفهمش، لا شيء عليها ويأمرها بالغسل وعليها قضاء الصلوات إن كانت جاهلة، وإن كانت عالمة يبقى فعلت معصية لأنها امتنعت عن الصلاة، فعليها أن تتوب وتقضي وتغتسل وتقضي. فقيل أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما؟ قال تستتاب. يبقى هنا إيه؟ لأنها فعلت معصية إذا كانت عالمة بالحكم. فهمت؟ إيه تستتاب؟ يعني يأمرها أن تتوب، مش كفرت هي، لا، تستتاب يعني يأمرها بالتوبة، تعمليش كده تاني وتوبي إلى الله ومغتسلي واخدي صلوات اليومين اللي فاتوا، أدي معناها تستتاب. فهمت بقى؟ مش يجيب السيف ولا حتوبي ولا تبحك. دول بقى ايه؟ الجماعة الدواعش. وعن أبي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن من حدثه عن مجاهد ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال حتى ينقطع الدم، فاذا تطهرن قال اذا اغتسلن. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن ابي نجيح
عن مجاهد حتى يطهرنا، قال إذا انقطع الدم، فإذا تطهرنا قال اغتسلنا. الأحناف قالوا اغتسلنا يعني يغسلوا فرجهم بس وخلاص، مش شرط تغتسل كلها. احنا مفهمين الآية برضو، الأحناف مش قليلين، فاكر قليلين الأحناف دول؟ ده يودوك البحر ويجيبوك عطشان، فاهم يعني؟ مذهبهم متين. قالك ايه؟ فإذا تطهرنا بمعنى يغسلن فروجهن، وليس معناه الغسل الكامل. يحتمل اللغة تحتمل هذا، فهمت بقى ازاي؟ لكن الجمهور واللي انا اميل ليه تطهرنا يعني كاملا، غسل كامل، ده اللي انا اميل ليه في هذه المسألة. وعن أبي قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأة رأت الطهرة، أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا، حتى تحل لها الصلاة، ولا تحل الصلاة إلا بالغسل الكامل. وعن أبي قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قال حدثنا الحجاج بن أرطاطة قال سألت عطاء وميمون بن مهران قال وحدثني حماد عن إبراهيم قال لا يغشاها حتى تغتسل. وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهرة قبل أن تغتسل، قال هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة لو فعل كده يعني، وله أن يراجعها ما لم تغتسل. يراجعها يعني إيه؟ إن كانت في فترة عدتها وهتنقضي، ودي آخر حيضة ليها، طلقها وآخر حيضة ليها دي، وانقطع حيضها ولسه ما طلقهاش بس ما اغتسلتش، له أن يراجعها وتسحب رجعة، تتحسب رجعة. فهمت المسألة؟ هتيجي بقى هقول لك بعدين، ليها باب بقى مخصوص. وعن أبي قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يونس عن الحسن قال لا يغشاها زوجها. وعن أبي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم، مخافة ان ايه تكون استعجلت في الحكم على طهارتها، يوم يدي يوم احتياطي كده يستنى، يمكن ترى دم ولا حاجة وترجع تنقطع تاني. دليل ان كثير من الصحابة كان عندهم هذا الورع يعني والاحتياط. وعن أبي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة ترى الطهرة أي أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال لا، حتى تغتسل. وعن أبي قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن ليث بن أبي سليم عن عطاء في المرأة ينقطع عنها الدم قال إن أدركه الشبق غسلت فرجها ثم يأتيها. أو ده المذهب الثاني هو إن أدركه الشبق يعني ايه؟ شدة الشهوة للجماع يسموها الشبق، غسلت فرجها ثم يأتيها. وعن أبي قال أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال سمعت شريكا وسأله رجل فقال المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال قال عبد الملك عن عطاء أنه رخص ذلك في للشبق وما قالش تغسل فرجها. ده المذهب الثالث، فهمت بقى المذاهب؟ قال أبو محمد أخاف أن يكون أخطأ وأخاف أن يكون من حديث ليث لا أعرفه من حديث عبد الملك. قال أبو محمد الشبق الذي يشتهي. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.